السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية شباب، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. كيف أموركم؟ جاء في بالي أتكلم في موضوع مرة مهم، اللي هو موضوع مكان حساس الوايد باند. موضوع هذا أغلب المبرمجين يغفلوا عنه، اللي هم ما هم خبرة. أوكي، اللي هم ما هم خبرة. كيف يعني؟ يجيهم زبون مركب وايد باند عادي طبيعي، كل شيء تمام، ما في اي شيء من غير الطبيعي، يعني كل حاجه تمام، يبرمج ويخلص وكل حاجه تمام، فجاه يا الماكينه ضربت يا اداء ما هو موجود. الاثنين، يا ماكينه ضربت بعد فتره يا اداء ما هو موجود. في كل الحالات يعني ما هو غلطان المبرمج ولا 1%، بس لازم يعرف عشان يعطي قيمه احتماليه اكثر. كيف ما هو غلطان وكيف يعطي قيمة احتمالية؟ ما هو غلطان لأنه احتمال يكون الزبون فجأة ينظف الفلتر، فجأة يصلح تهريب، فجأة يحصل تهريب أو من هذا القبيل، يحصل تهريب أو ما يحصل تهريب، مثلا نظف أو شال تهريب، يحصل أو شال، أو نظف فلتر أو غير إرماس أو نظف إرماس، أي شيء في دائرة الهواء لعب فيها، دخول هواء أكثر شيء، الخروج في نسبة يعني في نسبة تغيير، لكن مو زي نسبة تغيير دخول الهواء. نسبة دخول الهواء في الإير دكت بالكامل، إرماس تعطل، إرماس ضعف، إرماس توسخ، شريحة الفلتر توسخت، شريحة الفلتر تنظفت، صار في تهريب انتيك وصار في اصلاح للانتيك. كل هذا الحالات تغير في القرارات الارماس بشكل كبير جدا. اللي بوصل لكم هو حساس الوايد باند مهم يعرف. اول سؤال يجي المبرمج يسال حساس الوايد باند فين لو كان راكب فعليا، تمام؟ والله راكب بعد الاكس، اوكي خلاص، يعرف القيم اللي راح تحصل بعد الاكس، كيف راح تتبرمج السيارة، حلو تمام. والله راكب عند الهيدرز، حساسات الهيدرز، اوكي لا هذه لها قيمة مختلفة. تيجي بعد فترة تفك البواجي ريتش، طب والقيم لين، كيف البواجي ما تكذب، انت اللي ما عارف تعمل القيمة الاحتمالية هذه. فمهم تعرف فين مكان الوايد باند عشان تعرف تعطي القيمة الصح في البرمجة. فمكان الوايد باند مهم انه المبرمج يعرف يعطي القيمة الصح والاحتمالية الصح، واداء السيارة يجي بالكامل بالنسبة للاير فيول ريشيو، والاحتراق يجي صح، والبواجي يجي احتراق صح. كل المنظومة هذه راح تعرف بس من لما تحدد فين مكان الوايد باند. طيب جميل ماشي. جاني زبون قبل فترة قال لي والله رحت الداينو وقال لي الفلاني المبرمج انه قراءتك، القراءة حقتي او قراءة المبرمج الثاني او قراءة المبرمج الثالث لين. يا حضرة المبرمج اللي في الداينو، بلاش تعمل زوبعة بين المبرمجين وتعمل كلام ما له داعي. خذ العلم والكلام الاكيد. لما تاخذ الوايد باند من الشكمان غير لما تاخذ الوايد باند من نص الاكزوز او نص الكيت باك، غير لما تاخذ القراءات من عند الهيدرز. في فرق ما بين قراءه احتراق خليط هواء ما بين اول الهيدرز، وفي فرق ما بين خليط قراءه بيجي له هواء خارجي من عند الشكمان. القراءه لين يا راجل، والله لين، اوكي يلا ممكن تزيد احسن في الداينة، ضبط لك القراءة 100%، تخرج الشارع اداء السيارة بوم داون التايمينج، بعدين من كل شيء يعني ما بتطرق موضوع التايمينج والتايمينج والكلام هذا التايمينج مو شيء مهم قد ما انه السيارة تاخذ احتراق صح وتاخذ التايمينج ال 90% من محتاج السيارة. 10% هذا انا اخليه سيفتي لاجل البنزين، محطة سيئة أو من هذا القبيل، أو مثلا محطتنا ما شاء الله تبارك الله بنزينها مرة مضبوط. فلا بوصله،
المكان الحساس مهم جدا للمبرمج انه هو يعرف كيف يعمل القراءة الصح، الاحتراق الصح، الميكشر اير كيف يكون مضبوط واكوريت، لما تفك البواجي ما تحصل في ريتش ولا لين ولا من هذا القبيل. بس شوف بعطيك ملاحظة برضو، الكامات الكبير والكيوبيك الكبير غالبا ما تلاقي فيه شوية ريتش في البواجي، هذا شيء مرة طبيعي. والفيول لما نحط فيول بكمية كبيرة تلاقي فيه شوية سواد او شوية تبييت لون رمادي على حسب الفيول اللي انت قاعد تحطه او حسب الكيوبيك اللي قاعد تتعامل معه. انا حطيت ولعتها نحرم وانا مش نطفي المكيف عشان يجيكم الصوت مضبوط. فهذه معلومة على الطاير لازم تستفيد منها، ولازم تتعامل مع المبرمج انه هو مثلا ما هو مبرمج على اساس انه هو يقدر تكون انتوا الاثنين تتعاملوا في سيارتكم. واي استفسار حابب تجيني على الخاص ملعين دي قبل الثانية، لكن اسمح لي ما حد رافينك في موضوع البرمجة والأسئلة details للبرمجة. تعلم وجرب وخليك براكتس أكتر، مارس أكتر عشان تعرف كيف تتعامل مع السيارات. أي حاجة أي استفسار برضو أرجع أقولكم على الخاص، تعلم أي شيء تبغانا أفيدك فيه أقدر أفيدك فيه أبشر، ما عاد البرمجة. يلا يعطيكم العافية.